من إمبراطور فرنسا نابليون الثالث أهديت هذه العربة للخديوي إسماعيل. كانت حاضرة في زفاف الملك فاروق على فريدة زوجته، وهذه عربة أخرى تدرب عليها فاروق ركوب الخيل. مقتنيات لأسرة محمد علي باشا يحتفظ بها متحف المركبات الملكية في مصر. المركبات بأنواعها، بعض المركبات اللي استخدمت في فتح قناة السويس، عندنا بعض المركبات الهامة، العربة الألاي اللي هي طبعا اللي استخدمها أحمد فؤاد إسماعيل فالملك فاروق، وطبعا الملك فاروق ليه مناسبتين هامتين استخدمها فيها سنة 1942 افتتاح البرلمان المصري وزواجه من فريدة سنة 1938. كل عربة هنا كان لها وظيفة مختلفة، فمثلا كبار الزوار الأجانب لمصر كانوا يستقلون هذه العربة، أما هذه فكانت لخدمة الأميرات أثناء الزيارات الرسمية، غير أن قناصل الدول الأجنبية والوزراء المفوضين تنقلهم هذه العربة خصيصا لتقديم أوراق اعتمادهم لدى الحاكم. متحف المركبات الملكية إحدى المتاحف النوعية المتخصصة في عرض عربيات بتاعة الأسرة العلوية وبعض المقتنيات من الملابس الأمشجية والدومو والجروم اللي هم كانوا بيقوموا طاقم الخدمة على العربيات، وبعض الهدايا والنياشين الموجودة والبورتريهات الزيتية واللوحات الخاصة بالأسرة العلوية. كانت الموسيقى والفنون حاضرة في القصور الملكية، والفروسية هي جزء لا يتجزأ من حياة الكثيرين منهم. دي مقتنيات مهمة قوي خلتني أعرف أكتر عن العائلة المالكة، وحابة أكمل بحث يعني لما أروح. والعربيات نفسها، إن كان في عربيات الأميرات هم اللي بيتنقلوا فيها جوه الجنينة، بس في عربيات تانية لا كانوا بيروحوا بيها أو يستقبلوا بيها الزوار، فده برضو عرفني جزء من الحياة الملكية كانت عاملة إزاي يعني. وقبل عامين أنشئ هذا المتحف ليكون أول مكان متخصص لعرض مركبات الفترة الملكية في مصر. تبدلت العصور والأنظمة ولم تفقد هذه العربات الملكية جمالها وبريقها لترسم لنا كيف كانت الحياة في مصر آنذاك، حياة يوثقها هذا المكان بكل تفاصيلها، سواء لمن حكموا مصر أو من ترددوا إليها من زائرين. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.